بدأت في مجال الغناء، اشتهرت في التمثيل مع عبد الله الفنانة حلا. مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنانة حلا. مساء النور عليكم، وأنا سعيدة تواجد اليوم معاكم. حلا اسمك الفني واسمك الحقيقي نورة. للحين في ناس حلا تستخدم اسم مستعار؟ هو لما دشيت مجال الفن ممكن غلطة مني، أعترف أن حبيت أدش كذي بنكنيم، وعلى أساس أن كنت أبي اسم نادر، بس الحين ضيعت نفسي. تحسفتي على هالغلطة؟ مو تحسفت، بس من بعد ظهور النجمة اللي أنا أحبها وايد صغيرونة حلا ترك، فمن بعد صرت ما أستخدم السوشيال ميديا، فوايد ناس قاعد يشون علي يكلموني إن أنا حلا ترك، فشي ضيعهم، فقلت أسوي حركة إن أحط اسم الصجي، فصار اسم حلا نورة. حلا وايد متفاعلة بالسوشيال ميديا، بصراحة حسابك شنو سوبر ماركت، دايماً إعلانات، دايماً دعايات، دايماً تحطين كل شيء فيه. لا ما أرضى بهالكلمة سوبر ماركت، هو دعم وتشجيع مني لأصحاب المشاريع الصغيرة، بس ما عدا عشان أكون واضحة يعني شغل الميك اب، لأنها شيء تعبني، يعني أنا أهد بيتي وأهلي وأقعد بالساعات، يعني ساعات طويلة، والمكياج يعني أكيد راح يتعب بشرتي، فما يصير يعني على حساب صحتي، فلازم أن أخذ مقابل على هالشيء. يعني ممكن نشوفك تهدين التمثيل، تتجهين إلى أنك تكونين فاشينيستا؟ لا ما راح أهد التمثيل ولا الفن يعني كله، لأن أنا يعني أعتبر نفسي فنانة شاملة، يعني أحب الفن بكل أنواعه سواء غنى أو تمثيل، حتى كمذيعة يمكن بعد أن أنا أصير مذيعة كذي مثلك، فما راح أهد هالشيء لأن هذه موهبة فيني وأنا أحبها وأستمتع فيها. رغم موهبتها وتميزها بالمجال الفني إلا أنها الأقل نجومية والأقل أجراً. يمكن مشكلة مني ويمكن منهم. أنت مقصرة بشنو؟ أنا مقصرة أن بيتوتية زيادة عن اللزوم، فإذا أنا للحين نجمة صف ثاني أو نجمة صف آخر شيء ما عندي أي مشكلة، لأن أنا مو داشة مجال الفن إن كل همي نجومية أو شهرة. ما عندك طموح يعني باكر تصير فنانة؟ بلا عندي طموح، أنا لازم أطور من نفسي أكثر، لازم إن أوصل عربيا. بس ممكن حقك يضيع مثل اللي صار وياك في قلوب لا تتو. هو ما ضاع، يمكن غلطة منهم. اسمك ما كان موجود في الكاتب؟ ما كان موجود، وفعلا أنا استغربت هالشيء في البدايات، ما حبيت أظلمهم، يمكن إن هما يعني بحطون اسمي بالعشر الحلقات الأخيرة بالمسلسل، أنا ظهوري يطلع بالعشر الحلقات الأخيرة، فما أدري شو المشكلة، فعلا نطرت لعشر الحلقات الأخيرة مو حاطين اسمي. واليوم اللوم على من تحطينه؟ أنا ما ألوم المخرج، أوجه له تحية مناف عبدال، ولا ألوم من المونتاج أو مدير الإنتاج، ما ممكن هي المشكلة من الشركة نفسها، وأنا سمعت فعلاً هي الشركة نفسها فيها مشاكل. حقك الأدبي ضاع في المسلسل؟ ما أشوف إنه ضاع، دمنا أخذت فلوسي كاملة الحمد لله. يعني همك الأجر المادي؟ أكيد هذا حق يعني. حقك المادي أكثر من حقك يعني الأدبي؟ أنا إيه قاعد أتعب عشان أخذ يعني مادة، مو عشان كل همي الشهرة، وإذا في غلطة منهم يعني عادي، بعكس أنا مسامحتهم، ما عندي مشكلة، أنا مو مشكلتي، ولا أحب يعني أسوي سوالف وشوشرة، يعني أعتبر هالعمل خلاص مر مرور الكرام، ويمكن غلطة ما أعتقد من المخرج. بس حلا اسمك كل ما يقل بالكادر بعد أيام الناس راح تنسى حلا، أو أي منتج يفكر ياخذ حلا ما راح يهتم إنه حط اسمها ولا ما حط اسمها. هالمرة راح أركز أكثر. يعني تحسفتي على هالخطوة؟ فعلًا فعلًا اختياراتي لازم تكون دقيقة، ولازم أعرف منو أختار وأشتغل معه صح. كم أول عمل بديتي فيه كان يسوي؟ أول عمل بديت فيه كان مسلسل قلوب حائرة، كان 22 حلقة، خذيت فيه 1200 دينار. واليوم كم وصل الأجر حلا؟ أنا للحين يعني ما صعدت أكثر من 6000 دينار، يعني قمت أخذ عادي أوصل مرات، لأن أقدر ظروفهم، بعضهم يقولون إنتاجي الخاص وما أدري شنو، فأقول مو مشكلة عادي، يعني أرضى بالقليل، لأن أنا مؤمنة بهالحكمة هذه، من يرضى بالقليل سيحظى بالكثير، فإن شاء الله أوصل حق هالكثير. عليك بالعافية، تستاهلين. هذه الفنانة أكثر تألقاً في أدوارها، نور الغندور ولا فرح الصغار؟ لا حرام، يعني كل واحدة لها ستايل الخاص. فرح الصغار مثلت معاهم وأتمنى أرد أمثل معاهم مرة ثانية. هي عبد السلام ولا شجون؟
شجون ما اشتغلت معاها، بس في مسلسل كان لي معاها بس مشاهد مو معاها. هي وايد اشتغلت معاها واتمنى دائما اشتغل معاها لانها فنانه فعلا كلاس وراقيه، حلو الشغل معاها وايد مريح. فنانه الفوازير الاكثر تميزا شريهان ولا نيلي؟ لا شريهان، ما انا كنت اتابع نيلي وانا صغيره بس شريهان كنت احبها اكثر. انت منو في الوطن العربي؟ بالوطن العربي احب سوزان نجم الدين. زين في هوليوود؟ اكيد انجلينا جولي لا يعلى عليها. في بوليوود؟ بوليوود لا، شاروخ خان. شلون شاروخ خان؟ ومن بعد هذه الضحكه شلون راح يكون رد حلا على الاتهامات؟ حلا جاهزه للاتهامات؟ جاهزه. حلا انت متهمه بافتعال سوء تفاهم مع الفنانة هدى حسين، مع العلم انك اكثر فنانة اشتغلتي معها. لا الكلام مو صحيح. هذا رد الجميل لهدى حسين؟ لا الكلام مو صحيح ابدا، والحمد لله يعني كل سنة انا ناديها ماما هدى حسين وعلاقتي جدا طيبة معاها وفي تواصل، فما ادري مو جايب هالاتهام لانه مو صح. تشهد الفنانة هدى حسين في الأعمال الأخيرة إلى الفنانة هبة الداغي؟ يمكن الاختيار يعني مو بيدها هي، يمكن المنتجين المخرج يعني يمكن في أدوار ما تلوق علي أنا، فهذا الشيء مو عيب مو غلط. ما في اليوم خلاف معها؟ لا أبدا الحمد لله ما في أي خلاف، الحمد لله شر برا وبعيد. أنت متهمة بأنك أكثر فنانة تستخدم الواسطة للحصول على أدوار من المنتجين. استخدم الواسطة؟ كان مو كذي الحين حالي. شي حالك؟ يعني أنا أعتبر حالي فنان على قد الحال، يعني لو أنا استخدم الواسطة كان الحين ما تشوفني هني، تشوفني بهوليوود ولا بوليوود. صعب إن الفنانات يرشحون بعض؟ لا مو صعب ومو عيب إذا هما رشحوني أو إذا أنا أرشح أحد. من الفنانين اللي رشحتهم حلا؟ وايد ارشح، حتى مريم حسين ارشحها وايد يعني. غير مريم حسين من رشحتي؟ وايد والله. حلا انت متهمه بالابتعاد عن المشاركه في الدراما السعوديه مع العلم انك فنانه سعوديه. وايد يعتبون علي بهالشيء واعتذرت عن اعمال وايد قويه بالسعوديه لأن أنا هني يعني حياتي وعيشتي وبيتي وأهلي كلهم بالكويت. يعني أنت اليوم مو بحاجة للمشاركة في الدراما السعودية؟ لا تكفيني إن قاعد أشتغل بس بالكويت، والكويت وايد عطتني وهي اللي وصلتني حق كل الخليج حتى الوطن العربي. هذا كان رد حلا على الاتهامات. مشكورة حلا. عفوا. إن شاء الله أشوفكم في حلقة قادمة. طمانة. أنا الفنانة حلا أقر وأعترف أني مسؤولة على كل كلمة قلتها بهذا اللقاء.